اسود، يا نهار اسود، انا قلبي وقع في رجليا. تفتكر البنت ماتت؟ ماتت لؤي ماتت؟ معرفش 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 ماتت ولا اتكيلت. المهم ان احنا خرجنا منها، يا رب ما يكون حد لقط نمت العربيه. لا لا، الدنيا كانت كحل، الدنيا كانت هصه هصه، ما فيش حد شافنا، ما حدش لقط منكم العربيه، ما حدش ما حدش. بقول لك ايه، انزلي خدي اي حاجه البيت. انت اتجنن؟ انت هتنزلني هنا؟ مش هصه ما يكون حد لقط نمت العربيه ويعرف بيتك فين. طب انت هتعمل ايه؟ هتروح فين؟ هروح اتلقح في اي حته لغايه الصبح. ما لقيتش غير الحتة المقطوعة دي اللي تنزلني فيها. يا ستي انزلي بقى، هتلاقي أي عربية جاية في وشك سوريلها هتقفلك. انزلي بقى انزلي. اليوم الفصلان ده، استر يا رب، جيب العواقب سليمة لأجل حبيبك النبي يا رب. فين عم شغلول يا أم فاطمة؟ في إيه؟ عم شغلول فين يا رب؟ نعم يا ابني، في إيه؟ عسكري واقف تحت مع المعلم شلوفة بيسأل عليكم، ولما سألناه عايز إيه؟ قال أبلة فاطمة خبطت العربية. يا لهوي، بدي قاعد يا زلمة. بالراحة بالراحة يا ستي بالراحة. اهدي بالله اهدي بالله، مش كده. هي فين دلوقتي يا ابني؟ ما أعرفش يا عم شغلول، تعالى وأنت تعرف منه. يا لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا يا يلا يا ابني. لا حول ولا قوة إلا بالله. هات الباب وراك يا ابني. هات الباب وراك يا ابني. ولا يهمك، خلاص انا تعودت على كده. هعمل ايه بس؟ هعمل ايه بس يا مطر؟ انا فتحت لك قلبي يا مطر اكتر من 20 مره علشان تفهمي وتقدري اللي انا فيه. انا عارف ان انا بغلط في حاجات كتير، بس معلش استحمليني غصب عني. ايه هتقولي برضو فش غل وحلاوة روح؟ ابوي هيجنني، مش عارف اعمل معاه. قلتلك قبل كده ابوك ما بيفكرش في حد غير في مصلحته وبس، ما صدقتنيش. قلتلك اني صدقتك، صدقت كل كلمة قلتيها، بس اعمل ايه؟ ابويا اتبرى منه؟ يا ريت نعرف. واللي مادة ايه؟ مش اخوك؟ بقولك ايه، اصطبحي على الصبح، انا مش ناقص كلامك ده على الصبح. يا براء انا عاوزاك تعمل الصح. اموت واعرف ايه هو الصح. عاوزاك تعرف ازاي تكسب من اي خسارة، واذا كان خلاص ابوك كبر وعقله خف يبقى انت عقلك صاحي وقلبك ميت، وتعرف ازاي تستفيد من الكل. ازيك يا سوريا؟ ازيك يا باشا؟ انت متاكد ان محدش كان مراقبكم؟ انا نفذت الخطه بالحرف الواحد، يعني لو كان في حد ماشي ورانا يبقى زمان دماغه اتضربت في الخلاط. ده انا يا باشا اللي دماغي اتضربت في الخلاط من كتر اللف والهري والنكت. ما يصحش كده يا باشا، مش كل ما تبقى عايز تشوفني يعني هلف كعب داير كده والبس اللي يا بنت. وطي صوتك، انت ما بتفصليش يا اخويا، بالراحه عليا شويه، ما تزقش كده. اخوكي اتكلمي عدل قدام الباشا.
لا مؤاخذه يا باشا، حقك عليا يا باشا، معلش. روح انت علي، حضر اللي اتفقنا عليه، ميعاد الليله. تحت امرك يا فندم. تعدي يا بت. طيب يا بي. اقعد يا سوري. تسلم يا باشا. هو يعني لا مؤاخذه يعني انتوا هتروحوني يعني ولا هتعلقوني؟ لا مش هنعلقك، هنروحك. بس انت قولي لي ايه اخر الاخبار؟ والنبي يا باشا انت عسل. طيب كده وحنين. انا برتاح اول لما باجي اتكلم معاك، انت بتكلمني بهدوء. الباشا التاني على طول بيهب فيا كده زي القضا المستعجل، ما بيخلينيش اقول كلمتين على خلاص يا باشا. معلش انا اقول لك الصراحه يا باشا، نفذت كل اللي انت طلبته مني بالحرف الواحد وكله تمام التمام، والراجل اطمني على الاخر. بس انت طبعا يا باشا يعني تفتح مخك معايا كده وتظبطني وتكلمني بالراحه، انا اجيب لك كل حاجه في الدنيا. انا طبعا الموضوع عندي مش موضوع فلوس، انا يهمني اخدمك طبعا بعنايه واعمل لك كل اللي انت عايزه. ما دام انت بتعاملني كويس انا اديك. انا بس يا سوريا. ليه بس كده يا باشا؟ لسه كنت بقول عليك حنين وبتكلمني بالراحه. خلاص يا باشا. بص يا سوريا، ماشي، انا جايبك النهارده عشان حاجه محدده. ماشي يا باشا، اوامر. النوح بيحضر لشغلانه جديده. ايوه. الشغلانه دي عباره عن ايه؟ ايوه، النوح هيجيب شويه ادويه. شويه الادويه دول هيجيبهم باسم شويه اجزخانات. ايوه. الأدوية دي سامة وخطرة جدا جدا جدا. يا نهار اسود ومنيل، هيسمني كده؟ مش هيسمك لوحدك يا سوريا، كده يبقى ناوي يسمم المصريين كلهم. معلش يا باشا انا غبية ما افهمش في الحاجات دي، والنبي معلش كلمني بالراحة. طيب بالراحة والنبي. يا باشا. ايه يا باشا؟ اديكي نسيتيني اللي كنت هقوله لك. ولا يهمك يا باشا، نعيد من الأول. احنا كنا بنقول يعني ان انت طيب. خلاص افتكرت افتكرت افتكرت. بصي بقى، كل اللي انا عاوزه اسم اي اجزخانه من الاجزخانات اللي هتروح لها الادويه السامه الخطره جدا دي، ها؟ او اي معلومه عن ميعاد الاستيراد. طب لما اخذه يعني يا باشا، وانا هعرف الحاجات دي ازاي يعني؟ احنا جايبينك هنا سوريا عشان نعرفك هتعرفي الحاجات دي ازاي. ماشي اذا كان كده ماشي. طب انت بقى لازم تظبطني دلوقتي كوبايه شاي كده وشويه سندوتشات كده عشان الواحد جعان برضو. بقول لك ايه يا باشا، والنبي انت حنين وجدع كده وطيب وشك سمح، وانا برتاح لما بتكلم معاك وانا بتضحك. عيال ولاد حرام يا فندينا، خبطوا البنيه وجريوا زي الفيران، محدش لمح حد فيهم. يعني شهود قالوا كلام كتير والحكومه بتحقق. افندينا يا بابا، معقوله كل ده يحصل لفوتنا؟ ما تقوليش انت مش عارف غلاوتها عندي. والله يا ابني اتلهينا، ومن ساعتها ما بتكلم روحها. الحمد لله. طب وهي عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله الدكاتره بيطمنونا. ينفع اشوفها؟ طبعا يا ابني. الدكتور خرج اهو. طمني يا دكتور. الحمد لله بقت احسن دلوقتي. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. يا رب ما يوصل. خميس. هو الدكتور قال ما نتعبكيش. بس انا حابب اطمن عليكي. اطمن على احلى بنت في الدنيا. ممكن تجيب ايدك؟ انا كده بقيت كويسه الحمد لله، وان شاء الله كمان هتبقي احسن. زعلان عشاني ولا صعبان عليك؟ انا مش عايزك تجيلي نفسك بالكلام، انا عايزك تعرفي كويس إنه ولوتك عندي اللي عملها لا يدفع التمن غالي. لازم نفوق كده، نرجع نذاكر، نطلع الأوضة نجيبي على الهوا. حدرجة بدلجة، حرموش غلموش مرهوش منتوش. الله حي وحياة أمك لو وريكي شغل الحلق حوز بتاعك ده. جرى يا ست شوق، مالك واخدنا على الحامي كده وفايرة على آخر ياخت؟ بتلعبي بيا الكورة من ساعة ما شفتك وانت بتقولي لي كلام ما بيحصلش، أعمل فيكي إيه؟ يا ست شوق الحاجات دي ما تتخدش قفش كده، ده شغل أرواح. بسم الله الرحمن الرحيم، حلهوش مرهوش منتوش. لازم صبر ونية صافية. وانا بقى اللي نيتي بني ان شاء الله. يا وليه حرام عليكي، هو انا حلتي غير نية؟
اسم الله عليك يا حبيبتي، هو في زيك؟ ده انت ست البنات وزنت الستات وتطلعتي لحتي كده. خلاص يبقى ركزي مع أم شوية، راعي ربنا في الحجاب اللي بتعمليهولي، خلي الدنيا تتحرك شوية بدل ما هي واقفة ومحجرة كده. يا ولية حرام عليكي، ده نطلع لي حب الشباب. خلصيني. حطيت الحجاب في المكان اللي قلتلك عليه؟ لا، ما قدرتش احطه في المكان اللي قلتلي عليه، بس حطيته تحت المخدة اللي بينام عليها، بس ما حصلش حاجة ولا بيعبر أمي. قوليلي كنت طاهرة؟ ما أنا طول عمري طاهرة يا ولية. خلاص هتلاقي جاي للجاري ومتكعبل في عتبتك. متكعبل ازاي؟ بقولك بيعدي قدام باب الأوضة وكأني هوا. تقوليلي يتكعبل؟ هتلاقله في الضلمة يعني وحطوله قلب طوب علشان يتكعبل على وشه؟ انت هتجنيني. اهدي بس واسمعيني. ما انت اللي بتقولي كلام يفور الدم يا حنطومة. ده اختبار من فوق ولازم انت بقى هده وتكني في قطك واستني. هتلاقي جايلك مخبط على باب قطك مقدملك فروض الولاء والطاعة. وبقدعيلي اوعى تنسي الاسم حنطومة سقسقة عشان الدعوة تجوز. هات الجوز وسيب العجوز، هات الصغير اللي محير. اوعى. وحياة امك لو ما حصل الكلام اللي انت بتقوليه ده لحكون مبلغة عنك بنفسي. عارفة ده انا اللي حسلمك بايديا دول، وساعتها بقى بيوريني الكوز بتاعك ده هيعمل لك ايه. وفطره بفطره بقى. الله حي. ما تخلي مراتك تسيبها من حدودة حنتومة دي، دولية نصابة واكلة بعقلها حلاوة. هي بتفك عن نفسها شوية يا حاجة، انت عارفة انها مقطوعة وملاش حد يطل عليها ولا ياخد حسها غير حنتومة. مالك يا اخويا، بقالك مدة كده مش عاجبني. سهلت عليك العافية يا حاجة. لا أنا حلو، طمني كويس. اوعى تكون اتقدرت من الكلام اللي قلته قدام النوح. أنا مش قصدي صغارك، لكن عايز أكبر خميس. ما تفرقش يا حاجة، كله محصل بعضه. تبقى أنت زعلان من كده. أو هزعل من إيه؟ الله، ما هي دي الحقيقة يا حاجة. خميس هو المعلم، محدش يقدر ينكر. وهي بانت يوم ما سابنا بقينا في النازل وأنا ما قدرش أسد مكانه. ظهر ان انا كبرت وما بقتش حامل السوق. ما تقولش كده يا ابو سنة. ما اقولش كده ليه؟ الله، ما هي دي الحقيقه. هننكر؟ اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. وبعدين يعني احنا هناخد زماننا وزمان غيرنا يا حاجه، ده يبقى طمع حتى. ربنا يخلي لنا خميس ويبارك لنا فيه. ويخليك يا اخويا، خليك مع خميس. خميس من غيرك ظهره عريان وصدره مكشوف، اوعى تخلى بيه في يوم من الايام يا ابو سنة. خليك في ظهر خميس علشان نرجع اللي فاتنا ونرجع تاني سياد السوق. البدل دي كلها تلميها وتحطيها في اي مخزن ولو انها غاليه علي، بس خلاص ما بقاش ليها لزوم. بنت يابيسة، مالك مسهمه كده ليه؟ عايزاني اعمل ايه يعني يا ابله؟ تفرحي لي يا عيون قبلتك بدل ما انت قلبه خلقتك كده. ربنا اعلم انا فرحانه لك قد ايه. ما هو باين على وش امك. صعبان عليا يا قبلتي شغلي معاكي، هرجع تاني اتبهدل واتمرمط في ايد اللي يسوى واللي ما يسواش واللي تصفر لي واللي تزرق لي، وانا ماليش غير ربنا وانتي. يا بنت لو باقيه عليا سيبك من الكار وتعالي اقعدي معايا في بيتي خميس، اهو منك تساعديني ومنك ترتاحي من الهم ده. ده كارنا يا قبلتي ومعرفش غيره. يا عبيطه، هفشى في ايه يعني؟ مرمطت الزباين وهلفطت السكاره وبلاوي الليل. الست مننا تتمنى ايه غير بيتي يلمها ويحميها من كلاب السكك اللي عايزه تنهش لحمها. ده مقدر يا قبلتي ونصيب ومكتوب على الجبين. المكتوب عمره ما كان حاجه وحشه، اي حاجه وحشه بتحصل لنا احنا اللي بنروح لها برجلينا. يا بنتي ده ما فيش اطيب واحن على الغلابه اللي زينا من ربنا. يلا يا بيسه، يلا اختاري لي احلى فستان فيهم عشان اروح بيه الحفله مع سي خميس. حفله؟ حفله مين؟ ناس كبار قوي. وخميس قال لي هخش انا وهو دراعي في دراعه، وهيكون اول اعلان لجوازنا قدام الناس كلها، واول خطوه ليا على سلم العز وراحه البيت. قد كده انت فرحانه بجوازك من سي خميس؟ فرحانه بس، ده انا حاسه ان الدنيا مش سايعاني من الفرح، كاني بتولد من جديد. واخيرا بقى ليا اهل بعد ما عشت وحدانيه، وكنت هروح في طيس ولا حد كان هيزعل عليا. ويا سلام بقى على حته عيل اشيله في بطني 9 شهور واشوفه كده بيكبر قصاد عيني، واحس ان اخيرا بقى ليا حس في الدنيا. ربنا يسعدك يا ستي وعقبالي يا رب. عقبالي يكشي يكون جمعه بلاش خميس.
مدام كرامة، العصبية عمرها ما كانت حل لأي مشكلة. اللي عندك ده حالة نفسية مؤقتة، وإحنا خلاص حلولها قربنا منها. أنا حاسس وعارف إنك تعبتي، لكن صدقيني رجوع صوتك ده مش مرتبط بحالة معينة، ده بس عايز شوية تمرين وإرادة منك. تاني هنرجع لموضوع الخلفة ده. خلي أملك في ربنا كبير، ما أنا قلتلك مش وقته، وبعدين أنت مستعجلة على إيه؟ أنت لسه صغيرة. جوزك مش فاهم ماله؟ ما أنت لازم تصرحيني يا مدام كرامة. مش حاسه بنفسك انك ست، انت مش ناقصك اي حاجه، لازم هو يفهم كده. ومساله صوتك دي قلتلك دي حاله نفسيه مؤقته وهتزول. واذا كان هو اللي ضغط عليكي بالشكل دوت، يا ريت تبعتيهولي هنا العياده اقعد معاه وافهمه. خلاص بلاش، بس عايز اسالك سؤال. العلاقه الزوجيه يعني العلاقه الخاصه بينكم طبيعيه ولا؟ مفيش كسوف بين المريض والدكتور بتاعه، لازم اعرف عشان اعرف اعالجك. يعني ايه مشغول ولا مش عايز؟ يعني ايه مخنوق منك بسبب اشاراتك دي؟ دي مش اشارات صم وبكم، دي مجرد علامات عشان تتواصلي بيها مع اللي حواليك. مدام كرامة لازم تعرفي انت مش خارصة، انت عندك مشكلة نفسية مش اكتر وهتزول. اكيد في امل طالما ربنا موجود، بس المهم ان انت تساعديني. اهدي اهدي يا مدام كرامة عشان نكمل الجلسة. شفاعة هو المسؤول عن توزيع البضاعة دي، ومش عاوز أي غلطة المرة دي. كفاية قوي إن إحنا خسرنا واحد من أهم رجالتنا. وقبل ما ندعي لأي واحد فيكو هنكون قاريين عليه الفتحة، يعني المرة دي الغلطة بقبض روح. أنا بس آسف لك يا حاج، وبحقي نفسي ليك قدام الرجالة دي كلها. شفاعة أمرك كبير، براحة يبقى تحت إيدك. أنت بتقول إيه يا حاج؟ يعني واحد من صبيانك لو طاعك اديله الأمان، لو خلف دمه حلال. يا كبير خلص الكلام. يلا رجالة ربنا معاكم. حصل كبير. بقول لك يا شوق، انا في فكره كده بفكر فيها بقالي مده وشايف انها هتريحنا قوي. فكره ايه دي اللي هتريحك؟ بقول يعني ايه رايك لو ايه يا راجل؟ ما تنط. يعني لو خدنا لنا بيت لوحدنا بعيد عن هنا. ايه ليه؟ ازاي؟ هما مش بيقولوا شيل ده من ده يرتاح ده عنده؟ او على الاقل انت تريحي دماغك من ضاويه وانا برضو دماغي ترتاح. ما ينفعش، مستحيل. ليه بس؟ وشك قلب ليه؟ واحده في مكانك كان زمانها هتفرح، مش تقول لي لا ما ينفعش ومستحيل. عايزني اخليك تفرط في حقك؟ عايزني اخليك تفرط في البيت اللي بنيته معاهم كتف بكتف، الحمل اللي شايله على ظهرك بقالك سنين، حتى وابنها المحروس في السجن؟ ده انا بحبك وقلبي عليك. شو
في حاجات كتير انت لسه مش فاهماها. خلاص فهمها لي، مش انا شريكتك؟ فهمني. والمثل بيقول القفه اللي بودنين يشيلوها اتنين. ده انا كتفي بكتفك، ولو لفيت الدنيا دي كلها مش هتلاقي واحده تحبك قدي. بس انت اطمن لي، اديني سرك. مش وقته شو، مش وقته. أبو سنة! مسلم لها خدك ليه؟ مرتك جابشة في البيت وبتقول خايف على مصلحتك. ضاوية كل يوم تربيك شمالها زي الصفر اللي مالوش عازة. وتقول ده عهد بصبنا عليه. كل خطوة بيخطيها خميس في السوق لازم تبقى على رقبتك. وارجع اقول لي انسى خالي. انسى. انسى ايه ولا ايه يا فندينا؟ انسى ايه يا ابن اختي؟ هو المعلم ابو سنه ماله؟ الله اعلم، وكل واحد اضرب حاله. اكيد الست شوق ورا اللي هو فيه ده. اصلها بصراحه صغيره عليه، ولا مؤاخذه عافيه، وهو يعني مطني. اتسطلت ولا ايه؟ خفت عوم ها؟ هو يا زوز ما اعرفش الواحد يتفك معاك بكلمتين ابدا. عايز تتفك؟ عندك الزريبه ها؟ هي وصلت للزريبه. هات يا اخويا نفس، هات هات. ولا عايز تاكل عيش؟ تخرس خالص. يعني اخوك اختلف مع سواق التاكسي على الاجره ام قتله؟ بسيطه بسيطه. بسيطه ازاي يا ميدو؟ ده فيها اعدام. احكي لي كده، هو قتله ازاي بالظبط؟ سحلوا من العربيه لحد واجد ناس حبايبنا، وفي وسط الضرب راح غزوا بمطو. جات الحكومة راحت ماسكاه. وخدوا المطوى؟ لا، عايل من الورشة راح مسلكها بالحكومة من الطب. هو أصحاب الورشة دول حبايبكوا قوي يعني؟ ناس حبايبنا قوي ورجالة قوي، وتلاقيهم في وقت الزنقة. خلاص. يبقى تاهتوا لأنها شيء. إزاي يا متر؟ إحنا نعمل ورقة بتاريخ قديم إن الورشة دي ملك أخوك. حلو؟ حلو. ونشوف حكاية تانية بقى غير حكاية الأجرة اللي بين أخوك والقتيل دي، حكاية فيها فلوس برضه. المهم يكون في سبب إن الراجل ده يروح على الورشة برجليه، ورشة أخوك، ونجيب شهود يشهدوا على كده، ودي بسيطة. حلو؟ حلو. ساعتها بقى يبقى الراجل طب على أخوك في ورشته، اختلف معاه على الفلوس، اتهجم عليه، تقوم القضية تتقلب من قتل عمد لدفاع عن النفس، وبكده ينفد أخوك من الإعدام وتأبي جنى الإكرام. حلو؟ يا ابن الأيامات ده انت اللي حلو، ابوسك. لا لا، تبوس ايه؟ كده الناس تقول علينا كلام مش حلو. ايه ده ايه ده؟ معقولة؟ في ايه يا متر؟ لا لا مفيش، شوية ابقى ارجع لك. من باب الاحتياط حاسب على المشاريع. معقول ده؟ انا قلت تلاقي الصنف مضروب ولا حاجة. معلم ابو سنة بدران الشواف خدامك.
لمن؟ لما كان ابويا يتخانق مع امي كان يسيب لها البيت وياخدني في ايده وينزل على اقرب خماره واقعد يشرب يشرب والاخر يبص لي يقول لي الدوق؟ اقول له اه ويدوقني. اب ديمقراطي بصحيح. لا ديمقراطي ايه ده كان تعليمه على قده يعني. واحنا مروحين كان يشتري باكو نعناع ويقعد يحشر في بقي عشان الريحه ما تبانش وامي تسمها ما نروح البيت. اصل امي دي كانت ايه؟ كانت شديده قوي قوي قوي. بس هو اللي كان حادف شمالي. زار كان طالع لي ولا ايه؟ طب ما تنزل لي يا معلم ده مهما كان ابوك برضه. ما طلعش شمال ليه؟ اذا كان كل اصحابه كانوا شمال هو يطلع يمين؟ اول قرش حشيش دخل بيتنا هو اللي جاب اجل امي اما شافته في جيبه. ما كانش قادر يخبيه في حته من الدارية شويه عن كده؟ وما ماتت حزنت عليها قوي قوي وقعدت اعيط بحرقه لحد ما جت ضوي اختي وضربتني اول الم في حياتي. قالت لي سد خشمك بطل عيط ما تبكيش بكى للحريم بس. طول عمرها شديده شديده وقلبها ناشف لقيتني ريح ولا إلع حزن. لا يا قلعه ايه خليه مسطور او مسطول. اه حلو. الله انت كنت بتفرح كل يوم. مش عارف حالك تحط مني انا مش انا انا توت ايه ده يا اثبت انت مين يا خميس؟ ايه خميس انت عارفني؟ الله انت خميس عارفني تقوم تسرقني يعني ولا ايه؟ اسرقك ايه؟ بس شيل طبانجة دي الأول. طبانجة؟ يا طالما دي طبانجة بقى يا بنت الخال. أنا اللي بقول لك إيه من أنت مسطول كنافة. أنت شكران طينة. مش يعني يا جدع بالراحة وطي صوتك وطي صوتك وطي صوتك. أنت بتعمل إيه ده؟ استنى بقالي ساعة بفتح الباب مش عايز يفتح. مفتاح بان عليه بايظ ولا ايه؟ بايظ ده انت مش شايف. ده انا فتحنا كده. افتح يا عم. خال ضايع. اول مره اشوف خال فضيحه كده. ايه ده؟ ايه؟ انت بتفتح بالسيجاره؟ معلش يبقى انا شربت المفتاح. انا قلت ايه كده ليه؟ انت مش شايف حاجه. خد ولع ولع. ايه ده؟ ايه؟ الباب مفتوح. يبقى يلا ندخل بقى. طب يلا. ماشي يا سيد. بس بقول لك ايه؟ مش وش بقى احسن من الضوء تصحى وتعمل لنا فيها المعلمه بجد. حاسب يا عم. حاسب يا عم.